مشاهدينا اهلا بكم مره اخرى من قلب ميدان التحرير. بعد قليل سنعاود الحوار مع زوجة الشيخ عماد عفت، ولكن الان سنتحدث مع كابتن نادر السيد الذي كان متواجدا اليوم في جمعة مصر وجمعة رد الشرف وجمعة حرائر مصر كما سماها البعض. اهلا بك كابتن نادر. اهلا بك. كيف ترى جمعة اليوم؟ الحقيقه انا كنت اخر حاجه اتخيلها او اتصورها ان احنا ممكن ننزل عشان نتكلم على اخواتنا البنات او على امهاتنا اللي بيتهانوا. كلنا كنا بننزل دايما في الجمعه عشان بنطالب بعيش بحريه، بعداله اجتماعيه، بكرامه، بمطالب سياسيه، انما ان احنا ننزل النهارده عشان نقول ان ما ينفعش باي حال من الاحوال ان اخواتنا البنات او امهاتنا يتهانوا، فده الحقيقه كنت اخر حاجه اتخيلها، انما هو ده الخطر، هو ده الواقع اللي لازم نتعامل فيه ونتعامل بيه، ان كل واحد مصري حر باختلاف دينه وباختلاف توجهاته وباختلاف حتى الايديولوجيه بتاعته السياسيه، ان هو لازم ينزل ويقول ان كده ما ينفعش. انت متواجد في هذه الجمعه وبالتالي انت مشارك، ما رايك في من لم يشاركوا في هذه الجمعه؟ هو انا عايز ارد السؤال لبعض الناس اللي بيسالوا السؤال، ليه الناس دي راحوا هناك؟ ليه هو ما جاش اصلا؟ وليه اي بنت او اي ست ما جاتش اصلا؟ لان ده حق مشروع لكل بنت وكل ست مصريه محجبه منقبه، وزي ما انا قلت واتكلمت دلوقتي واتكلمنا مع بعض هنا في الميدان، قلت لو كل واحده بصت جنبها، او كل واحد يعني بس بالاخص البنات، لو كل واحده بصت جنبها هتلاقي في المنقبه وفي المحجبه وفي غير المحجبه وفي المسيحيه وفي المسلمه، فهي دي مصر الحقيقيه. انما كون المسؤولين او المسؤولين اللي بقوا مسؤولين من خلال الثوره ان هم يفرقوا ما بين المصريين سواء كان بتيار اسلامي ولا مسيحي ولا محجبه ولا غير محجبه، ده مش انا جاي النهارده عشان اقول ان الاساس بتاعنا هو التحرير. ولو الناس بعض الناس بتقول ان التحرير ما بيعبرش عن مصر، بس التحرير ده قلب مصر، التحرير ده هو اللي حرك وهو اللي غير وهو اللي هيغير وهو اللي هتفضل في الثوره المستمره. نعم، انت تقول التحرير هو قلب مصر. على الناحيه الاخرى في ميدان العباسيه في جمعه ليله التخريب هناك هتافات كانت تقول ان ميدان التحرير، ان مصر فيها 1000 ميدان وان ميدان التحرير ليس مصر. ما تعليقك؟ تعليقي ان الشعب كله اتجمع في ميدان التحرير، التحرير هيفضل وهيكون حتى لو شككوا فيه، حتى لو بعتوا بلطجيه فيه، حتى لو بعتوا بعض الناس اللي سلوكهم مش مظبوط عشان يشوهوا صوره التحرير، التحرير هيفضل التحرير، التحرير مش بس في مصر، التحرير بقى عالمي، بقى كل ميدان في اي بلد في الدنيا بيسموه ميدان التحرير رمز للثوره، فهيفضل التحرير حتى لو الكلام ده كان بيتقال مرارا وتكرارا، بيتقال من اول يوم في الثوره من ايام يناير وبيقولوا الكلام ده. كون ان التخريب 18 يوم حصلوا في يناير، مفيش اي تخريب الا من خلال البلطجيه اللي هم خرجوهم من السجون والبلطجيه المأجورين. ودايما سؤالي ودايما بساله ان تامين الانتخابات ليه، وعدم تامين مبنى مهم محدش يعرفه بما فيهم حتى كتير من الناس ما يعرفوش المجمع العلمي، ازاي ان هو يتحرق؟ هل هو مبرر عشان العنف؟ هل هو مبرر عشان هم ودلوقتي في اقاويل بتقول ان يوم 25 يناير هيبقى في تخريب؟ ايه اللي عرف الناس؟ نعم. اللي عرف المسؤولين ان في يوم 25 يناير في تخريب. شعب مصر ثوري وهتفضل الثوره مستمره جواه، والتحرير هيفضل هو الميدان وهو قلب مصر الحقيقي اللي بيعبر عن الثوره. كل ان الناس تطلع بقى في مصطفى محمود، في العباسيه، في اي ميدان من ناديين مصر، هم حرين احرار، بس ميدان التحرير اللي يجي فيه هو الممثل الحقيقي للثوره. كيف ترى اجواء ميدان التحرير؟ يعني من بعض التفاصيل، اختفت المنصات، هناك منصه واحده رئيسيه، اختفت اللافتات التي تنتمي الى احزاب او تيارات سياسيه بعينها، الان المتواجد هو علم مصر فقط، كيف ترى هذه التفصيلات الصغيره؟ عشان هو ده ميدان التحرير، كون ان يبقى في احزاب سياسيه ده لا مانع ابدا، الثوره ما بتقومش عشان هي تفضل ثوره بس فقط، الثوره بتقوم عشان تبني مؤسسات سواء كانت احزاب سياسيه، بس احزاب سياسيه دلع الثوره، احزاب سياسيه مرتبطه بالثوره، مؤسسات اقتصاديه مرتبطه بالثوره، مؤسسات امنيه مرتبطه بالثوره، الاساس بتاعي وبتاع كل الناس اللي المفروض ان هم بينتموا للثوره هو ميدان التحرير، ممكن يروح ويرجع بس في ميدان التحرير، فكون ان الاحزاب السياسيه ما تعبرش عن ميدان التحرير يبقى خرجت عن المسار الحقيقي بتاع تاسيس الاحزاب، لان لولا ميدان التحرير ولولا الثوره ولولا الشهداء ما كانش في احزاب سياسيه، ما كانش في مؤسسات اقتصاديه، ما كانش في واحد ما كانش يعتقد او يتوقع ان هو ده مسؤول من مسؤولين البلاد او وزير من الوزراء لولا الثوره. نعم. عشان كده ميدان التحرير هو اساس الدوله. نعم. كنت تقول انك لم تكن تتوقع ابدا أن يأتي الناس لميدان التحرير دفاعا عن عرض امرأة أو عن بنت أو عن سيدة أو إلى ما ذلك، فما رأيك على التعليقات التي قيلت على هذه الفتاة التي سحلت وتعرت
امام العالم، امام كاميرات الفيديو على الاقل، بانها يعني بلطجيه، وبانه ايه اللي موديها التحرير. ايه هو تعليقك؟ انا بسالهم هم ايه اللي ما جابكوش انتوا التحرير؟ ما ينفعش تتسال البنت ايه اللي وداها التحرير. انا بسال اي بنت بتتكلم عليها او اي ست او اي راجل عنده نخوه رجوله، ايه اللي ما جابوش ميدان التحرير؟ اللي جاب البنت دي عشان تدافع عن حق مصر هي وغيرها، لان مش هي بس اللي ممكن تكون هي اللي ظهرت امام الكاميرات، انما في دكتوره الحقيقه، عفوا يعني، انا في دكتوره اتهانت وكانت بتدافع عنها، وفي دكتوره رانيا اللي هي ماتت في المستشفى الميداني، في بنات كتير جدا اتهانوا واتضربوا، اللي ما جابش الناس الرجاله اللي بيقولوا عليهم رجاله ميدان التحرير او مصريين بمعنى صح. صفة الرجولة مش مرتبطة بالرجل بالذكر يعني، صفة الرجولة مرتبطة بالفعل. في بنات زي ما بقولك، في بنات دايما ب100 راجل، فالبنات المصريين الحقيقة ليهم كل التقدير ولهم كل الاحترام. وبتكلم وبقول حتى لما جيت انا ما بقولش جاي معبر عن نفسي، انا معبر عن نفسي وعن بناتي وعن مراتي وعن امي وعن اختي. جاي النهارده هنا ميدان التحرير عشان أأكد ان البنت المصرية هتبقى يمكن زي ما في تعليق، وانا شفت الحقيقة تعليق من التعليقات المهمة جدا اللي أثرت انتباهي، إن البنات ونساء مصر اتهانوا أو اعتدى عليهم في ثورة 19 من الإنجليزي. إنما الشيء المحزن بالنسبة لي إن بعض أفراد المجلس العسكري، وما بقولش الجيش، لأن الجيش هو إحنا، الجيش هو جيشنا، بعض الأفراد اللي ما أعرفش معمل لهم غسيل مخ أو معمل لهم شيء إن هو ده عدو، ده حتى لو عدو من الإهانة، من الإهانة للرجولة إن هو ممكن يهين بنت حتى لو ما كانتش مصرية. هناك أيضا بعض ما يعني بعض الناس قالت أنه حتى لو ثبت أنها بلطجية، هل هذه الطريقة الأمثل للتعامل معها من قبل قوات الأمن؟ ما هو ده اللي بقوله لحضرتك، حتى لو ما كانتش مصرية أصلا مش بلطجية، حتى لو بلطجية ما تتهانش. وبعدين ما هي مش هي لوحدها اللي اتهانت، ما هو احنا شفنا كتير من البنات اتهانوا وكتير من الستات اتهانوا، يبقى الامر مش مرتبط بان هي بلطجيه. ايه اللي اعرفه ان هي بلطجيه؟ ايه اللي اعرفه يعني؟ هو كشف عن هويتها؟ هل هي ضربته؟ هل هي عملت ده؟ وحتى لو انا بقول لو هي مش مصريه، يعني شرف المصريين او كرامه المصريين او كرامه المعامله مع الغير ما ينفعش فيها اهانه، ولا دين ولا دنيا. بيتقال ان يتعامل معاهم اهانه او ان هي تتهان، خاصه لو بنت. فعشان كده انا الحقيقه اكتر الموجودين في الميدان كتير منهم، في كتير رجاله موجودين غيرانين على 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 شرف وعرض البنات المصريات وعلى ستات مصريات، انما انا شايف ان في ستات موجودين لو هم فعلا خايفين من البلطجيه زي ما بيقولوا ما كانوش جم، انما البلطجيه دول مدسوسين. هو ده الطرف الثالث اللي دايما بيتكلموا فيه، ان دايما يقول ان في طرف ثالث، الطرف الثالث هو طرف ثالث مرتبط بالاطراف الاخرى اللي موجوده، انما الطرف الاولاني اللي هو الثوره والثوار دايما وابدا عمرهم ما يكون فيهم بلطجيه. نعم، السحل والتعذيب الذي حدث في محيط مجلس الوزراء لفض الاعتصام مثل الصدام الاول اذا جاز التعبير ما بين المصريين وما بين الجيش المصري، هل انت قلق على مستقبل العلاقه بين المصري والجيش؟ انا باكد وبقول ان الجيش المصري هو احنا، ممكن يكون اخويا وابن عمي وعمي موجودين في الجيش المصري، مش ممكن باي حال من الاحوال، انما القله اللي بتبعد عن المسار الحقيقي بالنسبه للشعب المصري، سواء كان بكل اطيافه وكل اصنافه، سواء كان سياسيين او ثوار او شباب او كبار او شرطه او جيش، هم دول شعب مصر الحقيقي، انما القله اللي بيخرجوا بره المسار دول هم اللي ضد الثوره ضد الثوار، انما مش ممكن ابدا باي حال من الاحوال يحصل في صدام ما بين المصريين وبعضهم، مش ما بين، لان انا بعتبر المصريين اللي بدون الزي العسكري واللي بزي العسكري هم مصريين حقيقيين، مش ممكن الا لما كانوا فعلا مغرضين او فعلا هم يعني موجهين لشيء معين. فانا بنادي وبقول لكل واحد مصري، مش ممكن ابدا باي حال من الاحوال يحصل في صدام ما بين شرطي وما بين واحد من الشعب، او ما بين واحد من الجيش وما بين واحد من الشعب، لان في الاخر كلنا بنثور مش عشان الشعب قبل الجيش قبل الشرطه، احنا بنثور عشان مصر قبل ما نكون نفسنا عشان كمان ولادنا. نعم، هناك من قام بعمل مقارنه ما بين تعامل قوات الامن مع المظاهرات في عهد مبارك وما بين تعامل قوات الامن الان، وانه سابقا كان المجند يعني يضرب المتظاهر يعني من وراء قلبه زي ما بنقول لانه دي اوامر، ولكن الان واضح انه بيضرب بغل، فلماذا يعني حدث هذا التغير؟ ده اللي تسال فيه المسؤولين في المجلس العسكري او المسؤولين في الداخليه، ايه اللي هم بيحطوه في عقليه الناس؟ زي ما هو زي الموجه
من اول فبراير لغايه النهارده موجه كره الثوره، موجه ان الثوره افسدت البلد والثوره هي اللي بوظت البلد والثوره هي اللي وقعت الاقتصاد والثوره اللي هي اللي عملت كل ده موجه، والثوره اللي هي جايه كمان ان في ثوره ضد ثوره يوم 25 يناير احتفالا بالثوره، مع ان احنا المفروض ما نحتفلش لان الثوره لسه ما حققتش حاجه. امتى احتفل؟ احتفل لما احقق النتيجه، لما فعلا الشعب هو اللي يحكم. يعني معنى كده ان كل واحد مسؤول يعرف ان هو مش واسع على الشعب، هو واحد من الشعب. اي واحد سياسي يدخل مجلس الشعب او مجلس شورى او يبقى وزير او رئيس وزراء لازم يعرف ان هو واحد من الشعب مش واسع على الشعب. انما الاثار الحقيقه غريبه جدا للدكتور جمال جنزور رئيس مجلس الوزراء انه يجي في يوم من الايام يقول ان انا بمثل الثوره ويقول ان انا ممكن افض الاعتصام في ربع ساعه، بس انا مش عايز اعمل الكلام ده. التهديد ده يعني انا بسال نفسي ده تهديد ده ولا ايه بالظبط؟ يعني ازاي واحد جاي ممثل الثوره ويقول ان انا ممكن افض الاعتصام في ربع ساعه؟ فاللي انا عايز اقوله ان الثوره هتفضل مستمره سواء بيا او بغيري او باي حد. الثوره بقت في دم الشعب المصري، والميزه بتاعت الثوره اللي هي لسه فيها ان الثوره ملهاش قائد، بس الثوره ليها مطالب. اي حد اي واحد هيحقق المطالب واهداف الثوره هيبقى هو قائد الثوره. نعم. توقعاتك للمشهد في ميدان التحرير في الساعات القليلة القادمة، وتوقعاتك للمشهد في ميدان العباسية في الساعات القليلة القادمة أيضا، كيف سيكون؟ ما فيش مقارنة ما بين التحرير وما بين العباسية أو أي ميدان في مصر. ودايما بقول وبواجه سؤال لناس كتير جدا وما اتمناش كان أبدا، يعني إنما هل لو حصل قنبلة واحدة من القنابل المسيلة للدموع اللي مات فيها ناس كتير هنا في التحرير اترمت في العباسية هيفضلوا موجودين؟ هتضلوا ساكتين؟ ده سؤالي وانا ما اتمناش الكلام ده. انما اللي انا بتكلم فيه ان الناس اللي بتيجي في التحرير وبتعبر عن الثوره، مش عايز اقول جسم او 100% بس بدون تشكيك، هم دول الثوار الحقيقيين اللي مش ما عندهمش اهداف ولا عندهم رغبات ولا عندهم اي شيء غير بلدنا. انا لما جيت انا او بشارك مع الثوره ده اشرف حاجه عملتها في حياتي. انا مش جاي قبل ما اكون جاي عشان اخويا واختي وعشان ولادي كمان، انهم لقوا بلد فعلا يفتخروا بيها رغم كل اللي فيها. نعم. ما رأيك في اختزال ميدان التحرير العباسية لمقولة لا للتخريب وابتعادهم تماما عن السحل الذي تعرضت له الفتيات او حتى المتظاهرين انفسهم؟ واحنا كلنا بنقول لا للتخريب، مين قال ان في تخريب؟ هو المنشآت دي ملك المجلس العسكري ولا رئيس الوزراء؟ مش ملكي؟ ما هي ملكي، وعربيات الشرطة ما هي ملكي، كل حاجة في البلد هي ملك الشعب. فما حدش يعتقد ان هو صاحب البلد او هو مسؤول عن البلد. ما حدش مين خرب الثوره؟ قامت وما زالت الثوره مستمره او ما اتخربش. هم لازم يدوروا على مين اللي بيخرب، ولازم يعرفوا ان المخربين من المسؤولين مش من الشعب. الشعب قام بالثوره عشان يحقق بلد، عشان يبني بلد، بس ما فيش حد ادى الفرصه لاي واحد في البلد ان هو فعلا يبني البلد. بالعكس عملوا احباط، وعملوا احباط لكل الشباب وكل الناس حتى في المؤسسات الحكوميه، ان البلد مش هتتغير ولا تتغير. يعملوا نتاج طبيعي، نتاج تاني للنظام السابق اللي الشعب عمره. وانا برجو كل واحد مسؤول ان لازم يعرف ان الثوره مستمره، والثوره لسه مش مستمره للتخريب او من المخربين. بالعكس الثوره ضد اي تخريب. 18 يوم في الثوره ما فيش ولا شركه ولا محل هنا اتخرب الا بايدين البلطجيه اللي هم خرجوهم ومدفوسين جوه الثوار. عشان كده بقول انا كمان واحنا كلنا بنقول لا للتخريب. ما رايك في حديث المجلس العسكري دائما عن الطرف الثالث؟ هو ده اللي لازم نتسال عليه، ازاي ان هو مدي لنفسه الصلاحيات والقرارات سواء كان التشريعيه او التنفيذيه وبيتساءل. يعني كمان بيتساءل، امال مين يعرف؟ الطرف الثالث ده جاي منين؟ الطرف الثالث ده مين؟ فهنفضل نتكلم في الطرف الثالث والقله المندسه والاجندات الاجنبيه والتمويل الاجنبي، وبعد كده بندور في فلك. وفي بعض الناس اللي فكرتهم سليمه مش وجاهلين بالامر بيصدقوا الكلام ده للاسف الشديد. لو ميدان التحرير بلطجيه يبقى انا واحد من البلطجيه، يبقى كل الناس اللي موجودين، يبقى الستات اخواتنا اللي موجودين هنا او البنات يبقى هم كمان بلطجيه. الطرف الثالث ده معروف عندهم وعارفين كويس قوي هو بيتحرك ازاي، وعارفين كويس جدا هم مين اللي بيحركوا. انما الثوار كلهم ما يعرفوش هم مين الطرف الثالث. بالعكس لما جم في الفتره الاخيره وفعلا الشباب الحقيقيين قالوا يا جماعه كفايه والناس هت يعني كل الناس اللي هم الباعه الجائلين يقعدوا في مكان، حصل ان الطرف الثالث اللي هو محطوط جوه الميدان بقصد ضربوا خراطيش وضربوا مولوتوف، ما كانوش بايعون جائلين يعني. فعرفنا مين هو الطرف الثالث، طرف مندس
بفعل فعل جوه ميدان التحرير. فعشان كده من خلالكم بوجه كلمه لكل واحد مصري قاعد قدام التلفزيون دلوقتي بيتفرج او واحده مصريه، الثوره شريفه وهتفضل شريفه وعمرها ما هتخرب مصر. بما اننا نتحدث عن الطرف الثالث، يعني منذ بدايه اليوم وحتى الان هناك قلق من قبل سواء المتظاهرين او سواء حتى المجلس العسكري. يعني المجلس العسكري صرح منذ قليل بانه او قيل منذ قليل بانه هناك مخطط لحرق مجمع التحرير، وانه يعني هناك ربما سيكون هناك محاوله لحرق شيء ما اليوم، والمتظاهرين في نفس الوقت اغلقوا منافذ مداخل التحرير ويتحرون البطاقات بشكل دقيق جدا وقت الدخول. هل هناك هو الان اتسعت هو عدم الثقه اتسعت في كل مظاهره وكل اعتصام؟ هو الحقيقه طيب في يعني احنا دايما بنثق الحقيقه في الجيش المصري بشكل عام، ووثقنا جدا في المجلس العسكري، والثوره اديته الشرعيه مش الاعلان الدستوري اللي اتعمل، وما زلنا بنثق وما زلنا مديين الثقه. انما كون ان يكون في فعلا محاوله، فين هم؟ فين ما تطلعوهم وتسجنوهم؟ يعني هل يكون مجلس عسكري عارف ان مجمع التحرير ممكن حد يحرقه ويسكت وقعد بس يتكلم في كلام اعلامي، ولا هيقبض على الناس دي ويحطها في السجون؟ ما هو دايما ده اللي بساله، ازاي يتامن انتخابات كان بيحصل فيها مشاكل ايام حسني مبارك وبيحصل فيها خناقات وموت ما يحصلش فيها، وان شاء الله ما يحصلش فيها اي حاجه، وفي الاخر مش عارفين نامن ميدان التحرير او نامن المجمع العلمي. ما رايك في ان القوتان الرئيسيتان التي اكتسحتا انتخابات البرلمان على الاقل في المرحله الاولى والمرحله الثانيه لم يتواجدوا اليوم في ميدان التحرير؟ يعني هو مسألة الاكتساح اكتساح مسبب، خلينا يعني مش هنخوض فيه، لأن الحقيقة مش هنتكلم كلام في أحزاب سياسية جوه ميدان التحرير. دايما الحقيقة المواقف الثورية عمرها ما تتقلب إلى مواقف سياسية إلا لو كانت مرتبطة بالثورة. إنما الاكتساح هو اكتساح مسبب، هم يعرفوه إزاي هم اكتسحوا. إنما اللي أنا عايز أقوله إن هنا موجود شعب مصر بكل طوائفه، وبعدين ما فيش صدمات. يعني بعض الناس بتتكلم تقول ان هو جر الاصطدام، هو مش جر الاصطدام. الاستاذ فهمي الهويدي قال كلمه مهمه جدا كواحد من الكتاب الكبار، قال اعتصموا وانتخبوا. ما فيش اي تعارض ما بين الانتخابات وما بين المطالب الثوريه. لكن الاخوان ايضا لديهم وجهه نظر، هم لا يريدون المواجهه مع الجيش. مين قال ان في مواجهه مع الجيش؟ ليه هو المواجهه والصدام ضرب نار؟ يعني الثوره قامت وهتقوم وهتستمر بالسلميه. الثورة ما قامتش عشان في أي واحد مصري سواء من الثوار أو من الجيش أو من الشرطة إن هو يضربه أو يموته، إنما الفعل جه من عندهم مش من الثوار. فما فيش أي صدمات حصل قبل كده، والإخوان المسلمين والسلفيين وكل الناس كانوا موجودين في ميدان التحرير في أيام الأولى للثورة، ما حصلش صدام. اشمعنى يحصل صدام دلوقتي؟ هو ده. نعم كابتن نادر السيد، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا. مشاهدينا لازلنا معكم، سننقل لكم أجواء ميدان التحرير والميادين الأخرى عبر شاشة الجزيرة مباشر مصر، والآن أترككم مع لقطات من ميدان التحرير وميادين أخرى أيضا.